تعالى قلب اقول لك احنا عملنا ايه في يونت 8. يونت 8 وجماله والباسيف وحلاوته. الباسيف جاي منه جملتين السنه اللي فاتت مهم جدا جدا. الحق دلوقتي اشترك وامشي معانا في الباسيف وافرم معانا الباسيف واستمتع باقوى وافضل شرح الحمد لله رب العالمين وحل على الباسيف اكثر من 250 جمله بفضل من ربنا. افكار كتير جدا تريكس كتير انت هتخلص فعلا محاضرات الباسيف وانت فارمه مش واقف قدامك اي جمله الحمد لله لان حل كتير قوي وفارم كتير وتريكس وافكار عليا وكل ما تتخيله وتدريب على كل حاجه الحمد لله موجود عندنا. شرب عمين انت هتفهم الفوكاب بتاع يونت 8 السينونيمز الانتونيمز الاكسبريشنز الكوليكيشنز لانجوج نوتس المترادفات والمتضادات والتعبيرات مترادفات لغويه كل الفروق بين الكلمات وكل ده وحل عليه كتير الحمد لله. بنهتم بكل حاجه انا بطلعها من محاضره الفوكاب حافظ الفوكاب اصلا الحمد لله رب العالمين. فالحق دلوقتي اشترك وافرم معانا يونت 8 بكل حاجه فيه بامتحانات ومتابعه مع حضرات معالي الامر الحمد لله جروب للرد على الاسئله الخاصه بحضراتكم من المدرسين المساعدين. الحق دلوقتي واشترك وامشي معانا وخلي الانجليش في جيبك ان شاء الله 400 انجليزي يعني عبقري لغه ولو الانجليزي ما لقاك عبقري لغه يلحقك. اشوفكم على خير. سلام.